ما هذا السؤال مسبق. يلا بعثت لك في واحد من الاكسرسايزات انت قلت احسبوا لي منطقه التغطيه للتو جي والتو جي وفور جي، فانا صحيح. حسبتهم واحده منهم قصدي طلعوا لي ارقام حسبتهم غريبه، مع اني عاودت حسبت مرتين. يس فور جي كبيرة طلعت هي في قول. الفور جي 14 كيلومتر تمام، وال 3 جي 25 كيلومتر، وال 2 جي 46 كيلومتر. يس هاي الأرقام صحيحة تمام. صحيحه هاي الأرقام هدفها إنك تتمرس مش على أرض الواقع، أرض الواقع هاي الأرقام بتقل. ليش؟ لأنه فعليا أول شيء عندك الانفايرمنت مش بس فري سبيس باثلوس، الفري سبيس باثلوس هو في السبيس في الفضاء تمام. طبعا ايش في عندي ابراهيم؟ في عندك امطار، في عندك غبار، في عندك طبيعه الارض. هاي اول نقطه. ثاني نقطه انت فعليا الانتنا هي فيرتيكال انتنا، يعني قاعد تحسب المسافه فيرتيكال. طب الناس اللي تحت البرج لا ما حتخدمهم، يعني انا اشرح لك اياها على سكرين اذا بقدر اعمل. ايوه انت اوكي مشكلة جوجل ما بعطيك زي ال يعني بنحسبها بقانون فيثاغورس. الله عليك. انا شرحتها، قلت يعني فعليا في الاخير لازم تحسب عن طريق قانون فيثاغورس. يعني انا فعليا لما حسبت الانتنه تمام، هذا البرج تمام، حسبت الانتنه وهي فيرتيكال. اوكي انت بتروح لمسافه 47 كيلو، بس شو حتخدم؟ حتخدم يعني الناس اللي بعد 47 كيلو تمام، وحتكون الاشاره يعني زي ما انت طلعتها، لازم يكون شخص قريب. يعني انت فعليا انا في هاي العمليه على ايش معتمد؟ معتمد على طبيعه الارض الجغرافيه تمام. يعني اذا انت قبل 47 كيلو مش مغطيها يعني مثلا ايوه يعني هيك طبيعه الكره الارضيه، انت ممكن تخدم اشخاص بعد 47 كيلومتر تمام. اذا قلنا انت في الفضاء، طبعا يا ابراهيم على الارض 47 بدها تقل، طبعا يا ابراهيم عندي 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 داون تيلت تمام، يعني لازم الاشاءه الانتن لازم تكون زي هيك تمام، فالمسافه ما حتكون بهذيك العدد الكبير تمام. حنتكلم فقط على كيلومترات، عشرات الكيلومترات فقط، او خلينا نقول الكيلومترات. في التو جي ممكن تروح على 20 15 كيلومتر تمام، 10 كيلومتر. طب ال 3 جي 5 كيلومتر، ال 2 جي كيلومتر تمام. فانا فعليا هذول العاملين انا ما ضفتهم في عين الاعتبار، وهذول العاملين هم مؤثرين جدا 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 على التغطيه. انت فعليا ما بينفع انك انت تغطي ل 47 كيلومتر تمام، في عندك كثير عوامل للرفلكشن والرفراكشن، الانتنة حتتدمر اوكي. غير هيك 47 كيلومتر تتكلم على طريق عام، طبعا انا عندي سرعه السياره، طبعا ما بينفع ان انا اروح ل 47 كيلومتر. فهاي القراءات اللي اعطيتك اياها، غير هيك انا فعليا قوه الاشاره، اللوسز اللي عندي الانتنا، اللوسز في الكيبلات تمام، الاوت باور اللوسز اللي عندي مختلفه تماما. يعني على ارض الواقع الارقام هاي اقل بكثير، بس انا اعطيتك اكسرسايز تعرف تحسب منه وتتخيل شكل الانتنا اللي او شكل الكفرج اللي انت حتغطيها. هي بالنسبه للديفايس او الاجهزه اللي في برج نفسها موجوده على ارض الواقع نفسها اللي حنحسب عليها، فاللي حيختلف يعني الجغرافيا والطقس والحاجات هذه. المنطقة الجغرافية غير هيك، اللي بيختلف معاك انه ما بينفع انك انت تغطي 2 جي على 47 كيلومتر وتيجي تغطي لي 3 جي على 35 كيلومتر تمام، وتيجي تغطي لي 4 جي على 10 كيلومتر. طب يعني الناس اللي هون ما حياخذوا 2 جي ولا حياخذوا 3 جي، بس حياخذوا 4 جي. على ارض الواقع ما بيصير، على ارض الواقع انا بدي اغطي تمام، لازم المنطقة اللي اغطيها تمام لازم تكون مخدومة بال 2 جي وال 3 جي وال 4 جي. يعني انا بدي اغطي هاي المنطقة، فهاي المنطقة لازم تكون 2 جي 3 جي 4 جي. طب انا كيف بدي اعمل يا ابراهيم؟ طب ال 2 جي جدا عالية بقلل الباور تبعتها تمام، ال 3 جي جدا عالية بقلل الباور تبعتها، ال 4 جي ممتازة. فانا بعمل هاي العملية، لما اعمل داون تيلت واعمل كفرج اريا، هاي الكفرج اريا لازم تكون محسوبة بالضبط بناء على موقع المنطقة السكانية اللي انا بدي اخدمها تمام. يعني في احتماليه ان البرج ممكن يغطي 10 كيلومتر، لكن انا نقص الباور في حيث نخليه يغطي 5 كيلومتر بسبب يعني الانترفيرنس. اول شيء 10 كيلومتر، 10 كيلومتر بدك تغطيها، بدك تحسب من 10 من 8 ل 10، يعني بدك تقول من 9 ل 10 كيلومتر. هاي المنطقه فقط اللي بدي اغطيها، ما بغطي لك من 0 ل 10
هاي أول نقطة، ما بغطي لك مسافة 10 كيلومتر، بغطي لك مثلا من 10 إلى 11، تمام؟ هاي أول نقطة. طب ثاني نقطة، أنا ما بغطي 10 كيلومتر، بغطي أقل بكثير من 10 كيلومتر. ليش؟ أنا عندي في فري سبيس باثلوس، عندي انفايرمنت، عندي عوامل خارجية حتى أثر لي على الإشارة، تمام؟ طيب غير هيك، طب أنا الداون تيلت، مش أنا بدي أعمل داون تيلت، تمام؟ العشر كيلومتر لما تكون مستقيمة بالفورجي 10 كيلومتر، تمام؟ هاي 10 كيلومتر مستقيمة، طبعا لا بدي أعمل داون تيلت عشان بديش أغطي 10، بديش أغطي بس الناس ما حتوقف لي في الشارع فوق، بدك تنزل لي تحت على الأرض، فأنا لازم أغطي على هاي المنطقة على مسافة مثلا على بعد من البرج مثلا على 5 كيلومتر مثلا، فأنا بغطي فقط من 4 إلى 5، تمام؟ تعرف أنا شو كيف أعطي قادم مهندس؟ لما كنا نحسب مثلا 10 كيلو كنت نحسب إن خلال ال 10 كيلو متر كلهم متغطين، يعني البرج مغطيها. لا معناها البرج يغطي على بعد 10 كيلو متر. أيوة يغطي على بعد 10 كيلو متر. على بعد، البعد هذا كم المساحة اللي حتتغطى فيه؟ كيلو بتحسبها قانون فيثاغورس، بدك تحسبها. أنت عندك الداون تيلت اللي بدك تعملها، إذا أنت ما عملتش داون تيلت هتغطي لك بالهواء. تمام، يعني ممكن توصل حتى للنص، نص التغطية يعني. طب انا كيف، انا بدي اريحك، انت كيف بدك تحسبها بالضبط؟ انت عندك قانونين، عندك قانون فيثاغورس وعندك قانون الزاوية، كم الازيموث، كم ال شو اسمه البيم تبع الانتنة اللي هو 56 ديجري، صح؟ ايه 56 ديجري. فانت فعليا هيك بدك تحسبها، عندك مساحة وعندك زاوية، تمام؟ بدك تحسبها على أساس هاي النقطتين. كيف تحسب منطقة التغطية بناء على هاي الزاوية 65 ديجري؟ تقدر تحسبها صح؟ عندك المعطيات معروفة، ارتفاع البرج، بعد عن البعد اللي حتغطيه بناء على المعادلة الحسابية اللي عندك، وعندك الأزيمة تبعت الأنتنة الإلكتريك الميكانيكال تيلت، وعندك الأزيمة تبعت الأنتنة نفسها اللي هو البيم تبع الأنتنة. هذول المعطيات تقدر تطلع منهم شو اسمه، طلع منهم يقول معايا، طلع منهم المساحة اللي حتغطيها هاي من أي كيلو لأي كيلو أو من أي متر لأي متر. تمام تمام